السلام عليكم، أنا دكتور فهيم شلتوت، بنتكلم في الفود بورن ديزيز، الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، وخاصة البروتوزوا، أحد الأمراض اللي هو الساركوسيست. الساركوسيست ده عبارة عن طفيل بروتوزوا منتشر في الطبيعة. الساركوسيست ده لها 2 هوست، لها عائلين، واحد بنسميه عائل وسيط، والتاني بنسميه فاينل هوست اللي هو عائل نهائي. العائل الوسيط زي الحيوانات اللي هي أكلات الأعشاب، زي البقر اللي هي أكلات الإيه الأعشاب. العائل النهائي اللي هو أكلات اللحوم، زي الكلاب والحيوانات اللي هي أكلات اللحوم، ومعاها برضو الحاجات اللي هي أومنيفرس اللي هي أكلات اللحوم وأكلات الأعشاب زي الإنسان. الساركوسيست في عندنا 2 ساركوسيست، اللي هو ساركوسيست موفي هومنز وساركوسيست سوي هومنز. دولت بيصيبوا الإنسان، الإنسان بيكون ليهم فاينل هوست. الساركوسيست موفي هومنز ده موجود بيصيب الإنسان أما ياكل لحمة الماشية زي الأبقار. ساركوسيست سوي هومنز ده بيصيب الإنسان أما ياكل لحمة الخنازير. بس الإنسان بيصاب إزاي؟ أما ياكل لحمة الأبقار أو لحمة الخنازير، شرط إن هي تكون نية أو ناقصة سوى، اللي هي بيسموها أندر كوكت. فدي بيكون دي ممكن تنقل العدوى للإنسان. فشرط إن يكون لحمة الأبقار أو لحمة الخنازير يا إما تكون نية يا إما تكون أندر كوكت، ناقصة سوى. دورة الحياة اللي هي اللايف سايكل، احنا عارفين إن في حالة الانترميديت هوست، العائل الوسيط ده بيكون الحيوانات المزرعة اللي هي المنتجة اللحم، اللي هي الأبقار والجاموس. فالسيست فيها بتكون في العضلات. بيجي لما يجي بقى الحيوانات اللي هي والحيوانات اللي هي أكلات الأعشاب ديت، بتاخد العدوى أما تاكل الأكل بتاعها يكون ملوث بالبراز بتاعة الحيوانات اللي هي أكلات الإيه اللحوم، زي مثلا الكلاب. فالكلب المصاب بتنزل في البراز بتاعه، ويجي الحيوان اللي هو أكل أعشاب ياكل الأكل الملوث ده، فبتكون فيه الساركوسيست في العضلات. يجي الحيوانات اللي أكلات اللحوم دي تاكل اللحمة بتاعة الحيوانات اللي هي أكلات الأعشاب، فبس شرط اللحمة تكون يا إما نية يا إما تكون أندر كوكت، يعني ناقصة في السوى. فبتعمل في الفاينل هوست الإصابة اللي هي بتكون في الأمعاء، وبتنزل مع البراز بتاعة الحيوانات اللي هي أكلات الإيه اللحوم، وتلوث الأكل بتاع الحيوانات اللي هي أكلات الإيه الأعشاب، وبكده دورة الحياة بتتم. ممكن مرض الساركوسيست يتنقل للإنسان عن طريق شرب المية الملوثة، فعشان كده
الشخص لما يجي يشرب ميه يتأكد إن هي خالية من التلوث، يا إما المية دي ممكن يعمل لها يغليها أو يعمل لها فلتريشن اللي هو الترشيح، بس يكون الفتحة بتاعته صغيرة بحيث إنها تمنع البروتوزوا إن هو إيه يعد. يبقى إحنا نعمل إيه؟ أما نيجي ناكل اللحمة، الإنسان لما يجي ياكل اللحمة لابد اللحمة دي نسويها كويس، إنما لو اللحمة دي نية تكون مصابة وتكون نية أو ناقصة سوى دي ممكن تنقل العدوى. فالشخص عشان يمنع الإصابة بالساركوسيست أول حاجة لما يجي ياكل اللحمة يكون الطهي بتاعها جيد well done يعني، ويبتعد عن اللحمة النية أو اللحمة اللي هي ناقصة سوى. أما يجي يشرب مية يطمن المية ديت ما فيهاش ساركوسيست، عن طريق إن هو يغليها أو إن هو يعملها فلتريشن. المية اللي هي في أزاز ومقفولة دي بتبقى حاجة كويسة، ودي ممكن بتلعب دور إن هي تمنع الإصابة. الساركوسيست ديت بتعمل في الحيوانات بتعمل مشاكل اقتصادية كبيرة. ليه؟ علشان بتأثر على المناعة بتاعة الحيوان، وبتأثر على الأكل بتاع الحيوان، بتخلي الأكل يقل وبتخلي النمو بتاع الحيوان يقل، وممكن الحيوان يفقد الصوف بتاعه أو الشعر بتاعه، والحيوان ده هو لو راح المجزر ممكن الذبيحة المصابة تتعدم أو بيعدم أجزاء منها. فدي بتعمل مشاكل اقتصادية كبيرة، وعشان كده يجب إن احنا نعمل كل السبل إن احنا نمنع الإصابة للحيوانات وإصابة الإنسان بالساركوسيست. وخلي بالنا إن الساركوسيست من الساركوسيست اللي هي الساركوسيست موفي هومنز وساركوسيست سيوي هومنز، عشان دولت بيصيبوا الإنسان من أكل لحوم الأبقار المصابة أو لحوم الخنازير المصابة. وعلشان كده لابد اللحمة اللي ناكلها تكون تمت السوى أو الطهي بتاعها جيد، ونبتعد إن احنا ناكل الأكل اللي هو في الشارع، علشان هم ما تعرفش إن درجة السوى بتاع اللحمة ده إيه، فدي ممكن تعمل مشكلة للمستهلك. عندنا الساركوسيست المية اما بنعالجها بالكلور وكده، الكلور ده ما بيأثرش على الساركوسيست، فدي حاجة نكون عارفينها. وشكرا.